كنا قطيع وكبير ولا شيء، بس والله فعلا طلع اسد، ما ادري لبؤه ما ادري فهد، بس من لقيناه في الحوش. العالم تطلع تضحي ان لقينا ذا الاسد. اسد ما ادري لبؤه ما ادري نمر، والله شكله كبير مختلف عن التصوير. هذا الضحية بينه وبينه 20 متر يمكن. ساطورة. جيب ساطورة. جيب ساطورة. شوف والله يجهز. عزيز. المضحك في السالفة وش هو؟ واحد من اخواني دق على الدفاع المدني بيرفع بلاغ. أول ما اتصل عليهم السلام عليكم يا جماعة في بيتنا في أسد. الموظف يقول شو؟ أسد؟ يقول ايه اسد؟ شو صاحي ذا؟ وش اللي في بيتكم؟ قال ايه في بيتنا في اسد. قال لا دق على الشرطه. قام دق على الشرطه، السلام عليكم الدوريات ترى في بيتنا في اسد. يقول عفوا وشو اسد؟ انت وين ساكن انت؟ في البر؟ قال والله في اسد. شلون؟ طيب انت يمكن ساكنين جنب حديقه الحيوان؟ قال لا 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 في بيتنا في اسد. الموضوع صدق غريب والبلاغ غريب، يعني وش اللي في بيتكم اسد؟ الشرطه قالوا دقوا على البلديه. قام دق اخوي على البلديه، موظف البلديه قال لحظه انت